السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. والبداية كالمعتاد مع أبرز ما تم تداوله من فيديوهات حازت على اهتمامكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختلناها بعناية فائقة لعرضها ومناقشتها معكم. الأزمات في العراق لها بداية وليس لها نهاية، ومن الممكن أن نفهم نقص بعض المواد الغذائية أو الأجهزة أو حتى بعض المواد الأولية، لكن في بلد يطفو على بحر من النفط وآخر برميل نفط سيستخرج من العالم سيكون في العراق، ومع ذلك فأبناء العراق لا يجدون احتياجاتهم من وقود البنزين لسياراتهم، وتصطف طوابير طويلة من السيارات على محطات تعبئة الوقود في أزمة تشهدها منذ فترة ليس بالقصيرة معظم مدن العراق، لكن الحكومة لم تنبس ببنت شفة ولم ينطق أي من مسؤوليها عن سبب هذه الأزمة. وهنا مواطن بصري طفح كيله وفاض صبره ويستصرخ بهذا الفيديو ويسأل عن سبب أزمة شحة الوقود. القضاء شط العرب، القضاء المنكوب والمظلوم، اليوم بالحقيقة أزمة تضرب البصرة بكل أقضيتها وقراها ونواحيها، إلا وهي أزمة البنزين. شوفوا من الصباح الباكر الازدحام القوي الكارثي اللي ما نعرف، أزمة البنزين العادي ما موجود في كل المحطات. وينك وزير النفط؟ وينكم نواب البصرة؟ وين الأحرار من محافظة البصرة؟ خي يشوفون الكوارث يوميا، نقعد الصبح على كارثة في هذا البلد العظيم، بلد البترول، بلد النفط. الله أكبر عليكم. واستثمر حلبينا تأثر على الفقير. أزمة بنزين عادي ماكو في كل المحطات، شنو السبب؟ قسم يقولون يروح للأقليم، وقسم يقولون ما نعرف شنو، نريد نعرف شنو الموضوع. اليوم البصرة شنو ما بيها بنزين؟ وزير النفط أنت مو من أهل البصرة؟ ما جاي يشوف أكو أزمة خانقة للبنزين؟ شنو ذا نبغى تنعكس بالنتيجة على المواطن الفقير؟ طبعا في محافظة كركوك اشتكى مواطنون من الاكتظاظ الحاصل على محطات تعبئة الوقود ونفاذ الوقود منها، وتسألوا عن جدوى شروط التعبئة بذريعة الحد من التهريب. نص واقفين، ساعتين ونص والله واقف زين، وهذا الولد وياي، وين هاي السيارة؟ هاي الأبيض هم وياي زين، ساعتين ونص بنزين يقول لنا بالفطاير، بنزين هو تجاري 650 مو 450، ليش وقت نبقى احنا هيجي؟ خبرنا تفتيش بغداد، قالوا ماكي صحة سي، حتى انطيت التليفون حتى ويا المدير، قال هذا القرار منين مطلعينه؟ بغداد ما عنده علم بهالشيء ولا اكو شيء رسمي. مصابر على رقم الشيك ومالكم ما يجاوبوا، ليش هو تجاري؟ ليش تجاري؟ انتوا على البطاقة السكن، بطاقة السكن الكركو قلتوا، هسه بدون تهريب، بطاقة السكن يهرب. ايضا بعد ساعات الوقوف في طوابير طويلة تشعر بفرحة عارمة عند التزود بالوقود. وهنا أحد المواطنين يعزف بآلة المطبق أو المطبق احتفالاً بحصوله على الوقود في منطقة الشرقاط بصلاح الدين، ويراد لها دبشة ويا المطبق. وكما يقال شر البلية ما يضحك، وهنا فرحة عارمة لهذا الشخص بعد أن تزود بالوقود. طبعا تعليقات العراقيين، بشار يقول المسؤولين حتى ما يكلفون نفسهم هالمرة يطلعون يبررون لأن يعرفون ما حد يصدقهم. أم عمار تقول حسبي الله ونعم الوكيل، بلد النفط والشعب متبهذل على البنزين والغاز، الله يشعل حكومتنا بغاز وسخ. طبعا هاي دعوة مصرية. خالد يقول يا أخي والله عيب على كل واحد يسرق هذا الشعب الفقير، شلون ينام الليل؟ الله سلط علينا ناس لا ذمة ولا ضمير، حسبنا الله ونعم الوكيل.
شوكة يقول نترك سيارة ونشتري حصان وعربانة ونرجع سنة خمسينيات. طبعاً هذا يمكن صحيح كلامه في ظل الحكومة إذا استمرت أكثر من هذا الوقت. طبعاً لازلنا في ظل أزمة الوقود اللي يعاني منها معظم مدن العراق. في هذه الأزمة وقعت الحكومة اتفاق مع لبنان لمساعدتها على مواجهة أزمة الوقود في بلدها، أزمة الوقود والطاقة، بالوقت اللي فيه تعجز الحكومة عن معالجة أزمة الطاقة في العراق. وهنا يجري أو مع ما يجري من تحكم الأحزاب وميليشياتها بمقدرات الدولة ووزاراتها، منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع لمسؤول عراقي كان سيجري لقاء صحفي في وزارة الطاقة اللبنانية لقناة العراقية الحكومية الرسمية، إلا أن السفير العراقي في بيروت منع بصورة وصفت بالمهينة. شكرا جزيلا. الحقيقة احنا اليوم ضمن الوفد الرسمي العراقي لمتابعة عملية الاتفاق بين العراق ولبنان في مجال لحظة. ورئيس الوفد موجود. رئيس الوفد موجود. لو سمحت. ما أنا ما خصنا. نحن موجودين بوزارة الطاقة اللبنانية ورئيس الوفد. ورئيس الوفد إذا ما بده يحكي. رئيس الوفد إذا ما بده يحكي. اسمحين. مستعجلين هذا النقاش. مع الوزير نحن عندك بوزارة الطاقة. في وسط وزارة الطاقة اللبنانية جرى هذا اللقاء الصحفي وتمنع المسؤول العراقي من الحديث. الحقوقي حبيب يقول والله عيب عليكم، هكذا نماذج تقود العراق وعافية الإعلامية نجحتي نجاح باهر بفضحهم. أيضا إسام يقول كلها محاصصة ومعارف وواسطات وأصحاب الشهادات عطالة بطالة. أيضا فلاح يقول السفير العراقي وقناة العراقية التابعة للحكومة العراقية تحليلي الشغلة بها عقود فساد وما حابين تطلع للعيان، حالها حال عقود الكهرباء السابقة. رعد يقول للأسف بعض الصحفيين يظنون أن المسؤولين العراقيين عندهم ذوق وأخلاق ولكن الواقع عكس ذلك. انتهت التعليقات حول هذا الموضوع ونتحول إلى موضوع مهم آخر يخص العراقيين. مع انتشار السلاح وغياب سلطة القانون وانتشار ما تسمى بالدقة العشائرية، قامت إحدى العشائر المسلحة بإطلاق النار على أحد المنازل بقضاء الشطرة بمحافظة ذقار في ظل غياب تام للقوات الأمنية. وهنا مقطع آخر يظهر احتراق بيوت أو بيت أحد شيوخ العشائر بعد الهجوم المسلح عليه من قبل مسلحين تابعين لعشيرة الهلاليين بسبب أو بحسب ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف. وانتكاد تكون هذه مشاهد يومية أو شبه يومية في مدن ومحافظات العراق. أبو علي علق بالفيسبوك ويقول أريد أعرف مركز الشرطة المن مخلينا عمي دولة ماكو. أيضا حمود يقول ولكم دولة والقانون وين يا معودين، ليش على الفقير القانون يطبق فقط. مساعد يقول الدولة وين لو بس على الفقير، شنو هاي الهمجية والعقليات منتهية الصلاحية. عماد يقول ماكو دولة، سلاح منفلت، حكومة ضعيفة، طرقاعة طاحت على العراق بهاي الوجوه اللي تحكمنا. ننتقل من هذا الخبر إلى خبر أو خبرنا الرابع ونشوف أنه هذا أحد الصيادين العراقيين في قضاء الفاو في البصرة يناشد المسؤولين بالتدخل بعد مصادرة قاربة من قبل خفر السواحل الكويتي واحتجاز العاملين عليه أكثر من أسبوع. ويتعرض الكثير من صيادي السمك في الخليج العربي العراقيين طبعا للمضايقات من خفر السواحل الكويتي ومن القوات الإيرانية. كالعادة يتم تجاهل هذا الموضوع من قبل الحكومة لمعاناة هؤلاء الصيادين. عندي المواطن عبد الحسين بدران شاسي من أهالي محافظة البصرة قضاء الفاو صاحب اللينج المرقم 325 بصرة المسمى القائم. أنا وجميع الصيادين العراقيين نشتغل بصف القناة من جبلة وبصف القناة من شرق خور عبد الله.
اجت السلطات الكويتيه واقتادت احد لنجاتي من تاريخ 8/3، اقتادتهم للمياه الكويتيه وخذتهم للكويت. وهسه السلطات العراقيه المحليه بالبصره جاي تناشد وتطالب بيهم وماكو كل خبر عنهم، يوم يقولون باكر وباكر. وانا ولدي اثنين واولاد عمي واولاد اختي كلهم، احنا سبعه من بيت واحد، وعلى الله عيشتنا وعلى هالصيد الاسماك. وهاي الاسماك اللي قاعد نصيدها بالفاو، هاي اللي قاعد توصل لمحافظات العراق كلها قاعد توصل من طريقنا احنا. فاحنا شنو الذنب اللي مرتكبينه؟ شنو يا السلطات العراقيه؟ احنا شنو اللي مسوينه؟ ما مسوين شيء سوى انه حكومتنا هي اللي قاعد تحكمنا. طيب تعليقات العراقيين، ابو علي يقول عمي الله وكيلكم، بلد ما حد يحترم احترام المواطن من احترام حكومته، وحكومه العراق اتعس بلد بالعالم، ما يحترمها. طلعنا وشفنا سفراء العراق يوقفون بس فاكين حلوقهم وما حد يحترمهم. ابو حمزه يعلق على الفيسبوك ويقول يجب على الحكومه التدخل الفوري من اجل رزق وهيبه وكرامه الانسان العراقي المظلوم. عامر يقول لو كانت لدينا خارجيه قويه ما تجرأت الكويت وغيرها على المواطنين. محمد عبد الرحيم يقول ليش احنا عندنا حكومه؟ اول مره اسمع عندنا حكومه. من هذا التعليق نذهب الى فاصل ونواصل حلقتنا. اهلا بكم من جديد. تسبب القصف الايراني على اربيل بسلب فرحه الجمهور الرياضي في مشاهده منتخبنا الوطني وهو يلعب على أرضنا بعد أيام قليلة على قرار رفع الحظر عن الملاعب، مما أعاد الأمور إلى المربع الأول وسط صدمة في الأوساط الرياضية. القصف الإيراني الذي تندر عليه العراقيون وأصبح مادة للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي هو ما سلط عليه الضوء قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين. لم يهنأ العراقيون بقرار رفع الحظر عن ملاعب العراق وإقامة المباريات على أرضه، فسرعان ما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر من بغداد إلى عمان بسبب القصف الذي طال أربيل مؤخراً. قصف أربيل الذي تسبب بنقل المباراة استهدف منزلاً لمواطن كردي بحسب تصريح رسمي لرئيس لجنة تقصي الحقائق حاكم الزاملي، وبحسب معاينته الميدانية للمنزل بخلاف مزاعم وكالة فارس الإيرانية الرسمية. يعني من خلال تجوالنا في مكان الحادث، هو كان منزل لأحد العوائل العراقية وهو المستثمر الشيخ باز. إذن هو منزل لرجل أعمال كردي وليس مقرا إسرائيليا مستهدفا بقصف وصف بالدقيق كما قال الحرس الثوري الإيراني. العراقيون تفاعلوا مع هذه التصريحات بسخرية واسعة لدرجة أن بعضهم تلاعب بحروف أسماء فنانين ومشاهير عرب بطريقة تشبه في لفظها الأسماء الإسرائيلية لتبلع وسائل إعلام ميليشيات الطعم وتقع في الفخ بعد إعلانها مقتل شخصية افتراضية باسم هاني رمزي نسبة لصورة الفنان المصري الكوميدي هاني رمزي في فيلم أبو العربي. هاني رمزي كان ممثل في فيلم أبو الشهيد أبو العربي، زين وفي صفحته اليوم نشر هاي الصورة اللي استخدمتها الوسائل الإعلام الإيرانية والمطبلين لهذا الموضوع في صفحته، يقول بأنه هذا ليس هاني رمزي الجاسوس الإسرائيلي وإنما هو الشهيد أبو العربي. قصف إيران لأربيل انتهاك سافر للسيادة العراقية التي يتبجح بها حكام الخضراء، وسابقة جديدة تدلل على عدم ثقة إيران بضربات وكلائها التي لطالما أصابت محيط الأهداف دون أن تلحق أضراراً بالأهداف نفسها، على الرغم من فشل إيران استخباراتياً في الضربة الصاروخية لأربيل وفقاً لمحللين أمنيين. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى بريد الوارد. هذه رسالة وردت من أحد المواطنين، مناشدة تقول نحن أصحاب السيارات غير المسجلة بقرار رئاسة الوزراء،
المرقم 48 المادة 23 لسنة 2021 والخاص بتسجيل السيارات غير المسجلة والمعلاية، حيث تفاجأنا عند شرائنا لهذه السيارات بقرار هيئة الجمارك بإيقاف ترويج جميع المعاملات لهذا النوع من السيارات، علما أن مدة الفحص من قبل المرور شهرين ومدة الجمارك شهرين، ولكن تم التوقف عن تسجيل هذه السيارات أو عن التسجيل قبل المدة المقررة. راجينا تعاونكم وإيصال صوتنا لأننا لا نستطيع بيع وشراء هذه السيارات وقد توقف عملنا بسبب ذلك. أتمنى أن تصل هذه المناشدة، والمرة الثانية يرسلون هذه الرسالة ويبدو أنه لا توجد استجابة من المسؤولين. فاصل ونواصل فقراتنا. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. بغداد حقنا وملعبنا. لمدة 30 عاماً استمر حظر اللعب الدولي في الملاعب العراقية، وبعد مناشدات وطلبات رفعها أو برفع الحظر تمت الاستجابة أخيراً برفعه، لكن صواريخ إيران على أربيل كما تناولنا قبل قليل لم تدع فرحة جماهير العراق أو جماهير الكرة أن تكتمل، وليس لنا حكومة تحاسب إيران أو وزارة معنية بأمور الرياضة. وتحت وسم بغداد حقنا وملعبنا غرد العراقيون والعرب تعاطفا مع الكرة العراقية. أيضا حفيظ الدراج يقول الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلاعب مجددا بمشاعر العراقيين ويقرر حرمان المنتخب العراقي من استضافة الإمارات على أرضه. يستمر الحظر لمدة 3 عقود ونستمر في التنديد به والمطالبة بحق المنتخب العراقي في اللعب على أراضي بغداد حقنا وملعبنا. خالد جاسم يقول أي نعم، من حق العراق وشعب العراق أن يستضيف المباريات والبطولات على أرضه دام أنه دولة مطبقة القوانين والمعايير، من أبسط حقوقها استضافة المباريات. أتمنى أن نساند هذا الشعب اللي خاطره يفرح حال الشعوب الثانية، ليش مستبخلين عليهم استضافة مباراة كرة قدم؟ طه أبو رغيف يقول إن السبب الرئيس بتعامل الفيفا مع الكرة العراقية بهذه الطريقة هو ضعف القرار الحكومي وهشاشة موقفها السياسي خارجيا. أيضا فهد يقول السياسة تعدم كرة القدم، والحكومة وأحزابها محتارين بالسرقات، ما أعرف إيش وقت يفكرون بمصلحة العراق، ونحن أيضا لا نعرف متى يفكرون. فاصل ونواصل آخر فقراتنا لهذه الحلقة. نرحب بكم من جديد. كنز من العملة البديلة مطمور تحت بلدة ألمانية وفي مكان مقاوم للأسلحة النووية، ما القصة؟ لنتابع. Lagerte Geld bis unter die Decke. Spielt natürlich auch die Topographie hier für Cochem eine Rolle. Man hat sich dieses Grundstück gewählt, weil es im Hang liegt und man hat gedacht, bei einem atomaren Anschlag geht die Druckwelle über das Tal hinweg und schützt so den Bunker.
من هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر، حيث تعرفوا على طائرة يوم القيامة التي توجد فقط في الولايات المتحدة وروسيا، وهي مصممة لإجلاء الرؤساء وكبار الضباط في حال نشوب حرب نووية. هذا الخبر إلى خبر آخر، حيث رداً على معلمه الذي تنمر عليه، يصر الشاب العراقي هيثم على إكمال تعليمه ويطمح إلى تحقيق جميع أحلامه. لا ماكو لا ما عندنا لا أخذ ولا شيء ليه أضغي الدول لهم أهمية مخطط منهم لهم أهمية أكون العراق ليش العراق ماكو العراق عشان ما نحصل عليهم الامتحان هو عنده كانت مادة إسلامية فيقول صحت المدير قلت له استاذ بلا زحمة عليك بس هذا السؤال لأن تعرف هو لازم يسأل سؤال والمدير من حقه يعني بس المدير من حقه بالقاعة هو اللي يجاوب على الكل يعني ما له لا مدرس ولا معلم ولا غير شيء له حق فقلت له استاذ بس سؤال يقول فكان رده إلي بهالعبارة التنمرية قال لي هو احنا وين صاحين هلا هلا انه ابوياك فهذه الكلمة أربكت هيثم على آخر حتى ما تتحطين أغل حدي أقوم أبكي أقوم أنكر الحمد لله على الله عادل بس هم أي أصل هم حال حال طقية هم حال حال أخوتي هم حال حال الناس القرآن هو بس الحمد لله أنا خاف ما أقولك بس من هيثم الجبوري ننهي الحلقة ونقول نتمنى أن يحقق طموحاته وجميع أحلامه. نفهم أنه ممكن أن يتنمر عليه زملاء في المدرسة أو بالصف، لكن أن يتنمر عليه من الكادر التربوي أو معلم هذا شيء لازم أن نوقف عليه طويلا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.